النادي الاهلي. محمد محمود الاصابه اللي بجد سابت الم في نفس كل واحد فينا يا احمد، وكان التفاعل مع الجمهور بتاعها غريب، الصدمه كانت واضحه على الناس حتى في تعليقاتهم. ارادته في الصوره وارادته في التعامل مع القضاء بتاع ربنا حاجه لها علاقه بالايمان، وحاجه لها علاقه بان انا متاكد ان محمد محمود هيبقى اقوى من اي وقت مضى، لان العزيمه دي، الرضا بالقدر ده، السكينة اللي نزلت على قلبه دي ما تكونش غير عند شخصية لاعب بطل. إن شاء الله لو وقع له ألف قومة وهتقوم وأحسن من الأول يا محمد يا محمود. إن شاء الله كل الدعم للكابتن محمد محمود اللي له موقف طريف لما راح للدكتور المعالج قال له هو أنت تاني؟ يعني أنت جاي لي تاني؟ إن شاء الله يقدر يقوم، أكيد مش هيلحق الموسم ده ويبدأ التأهيل من الموسم الجديد، ولسه المستقبل قدامه كبير وجماهير النادي الأهلي في ظهرك، وإن شاء الله أنت قدها. ومن جماهير النادي الأهلي لرسالة من جماهير النادي الأهلي لكابتن محمود الخطيب، اللي الحقيقة هو منع الاحتفالات في القناة، ولكن لما قال ألف شكر